مالك يا نادي؟ نادية مالك؟ مفيش. أمال فريدة وشازة كانوا جايين ليه؟ لا بيسألوا عليا عادي. أنا كنت عايز أطلب منك حاجة كده. ليه؟ كنت عايز طاهر ينزل عندك الشركة تدريب زي كل الشباب ما بتنزل كده بأجر رمزي، ممكن تعملي كده؟ طبعا. تحب ينزل امتى؟ من بكرة، أنا هقوله دلوقتي. كلمه. أيوة طاهر. ايه يا بابا؟ بكرة إن شاء الله هتنزل الشغل عند طنط نادية زي ما اتفقنا. أنت بتقفقف ليه؟ إحنا مش متفقين؟ هاخد كام؟ تاني يا طاهر آخد كام؟ ماشي يا بابا ماشي، خلي طنط تصحيني. لا يا حبيبي أنا اللي أصحيك. يلا تصبح على خير. شكرا يا نادية والله. على إيه يا حبيبي؟ بس أنت مش طبيعية يا نادية، في حاجة؟ لا مفيش. قولي انت ايه رأيك في كلمة نزوة؟ نزوة؟ اشمعنى؟ يعني عمري ما سألتك السؤال ده قبل كده. بتآمن بكلمة نزوة؟ مفهوم نزوة بالنسبة لي ان انا ما قدرتش اكون ملتزم، مشيت ورا احساسي وسبت نفسي، ودي حاجة ممكن تلخبط حياتي وتخرب بيتي، واي حد معرض ان يحصل له كده. وانت؟ وانا لو سبت نفسي ممكن يحصل لي كده. وانت تفتكر لو عملت كده انا ممكن اعيش معاك يوم واحد؟ وانت تفتكر وانت معايا هفكر ولا ارغب في اي حد او حاجه تانية؟ ما قلتليش الستات اللي عندك في المكتب شكلهم ايه؟ حلوين وحشين قصيرين طوال؟ كلهم كده ايه؟ حلوين كده شبه رفعة السايس. فيش ولا واحدة فيهم حلوة؟ حلو لنفسه والوحش لنفسه. هما بالنسبة لي كلهم موظفين، ستات ورجالة. اوكي. لا بس انت في حاجة. مفيش. فعلا؟ طب ايه؟ مش هنحتفل بقى؟ نام يا حسن، عندك شغل بدري بكرة بدل ما يخصمولك. لا خلاص، أنا دلوقتي اللي بقيت بخصم. أنا هتنامي. هل كان والله. صباح على خير. صباح على خير. اشترك في باقات واتشة الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية بتبدأ من 149 جنيه و99 قرش.